بننوه المرة دي على علاج موضوع الأكلوروهيدريا أو الهايبوكلوروهيدريا. وإحنا بنقول طبعا العلاج ده بيقوم به الطبيب، وإحنا بننوه عنه فقط عشان يكون في انتباه إن إحنا لو تصرفنا غلط بطريقة معينة ممكن ده يؤدي لمشاكل في المعدة. بيركز العلاج على معالجة السبب الكامن ولا الأمراض، طبعا بنشوف السبب إيه وبنعالجه. بيتكون علاج التهاب المعدة الذي يؤدي لفقر الدم الخبيث من حقن فيتامينات B12، ويجب ايضا علاج الحالات المرتبطه بوساطه المناعه مثل مرض السكري المعتمد على الانسولين والتهاب الغده الدرقيه المناعي الذاتي. ومع ذلك فان علاج هذه الاضطرابات ليس له تاثير معروف في الاكلوروهيدريا. قد تستجيب الاكلوروهيدريا مرتبطه بعدوى الملويه البوابيه او الهيلكوباكتر بايلوراي للعلاج باستئصال الحلزونيه البوابيه، على الرغم من ان استئناف افراز حامض المعدة قد يكون جزئيا فقط وقد لا يؤدي دائما لعكس الحالة تماما. يمكن استخدام العوامل المضادة للميكروبات بما في ذلك المترونيدازول والاموكسيسيلين، كلافونات البوتاسيوم وسيبروفلوكساسيلين والريفاكسيمين لعلاج فرط النمو البكتيريا، لان في حالة وجود الاكلوروهيدريا يبقى دلوقتي ما بقاش في حامض الهيدروكلوريك اللي هو كان بيقتل الميكروبات، يبقى احيانا هيكون في اضطرار لاستخدام مضادات حيوية. ويمكن معالجة الأكلوروهيدريا الناتج عن استخدام مثبطات مضخة البروتون على المدى الطويل عن طريق تقليل الجرعة أو سحب مثبطات مضخة البروتون. مع السلامة.